وحشتونا جدا 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 من الموسم اللي فات، والنهاردة أول قعدة وأول حلقة في الموسم الجديد من هو وهن على شاشة قناة المحور. كالعادة زي ما أنتوا عارفين بيشاركني في تقديم البرنامج زميلي رند ومارو، لكن انضمت لنا زميلة جديدة، ويعني هي أصغر واحدة فينا وأحلى واحدة فينا الحقيقة، هي المذيعة جميلة ديما علام. ديما أهلا بيكي. ازيك يا نرمين؟ أخبارك إيه؟ أنا مبسوطة أوي إن أنا معاكم النهاردة، وإحنا كمان والله مبسوطين جدا 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 بجد، يعني متحمسة جدا الجزء ده. أنا كمان صراحة مبسوطة عشان في كمان رح يكون روح الشباب. أي نعم قدي قدها رند، بس إحنا نفس الجيل، أنتوا في حتة وإحنا في حتة تانية، مش كده ديما؟ ديما وان شاء الله تكون اضافه لينا، وكلنا طبعا نكون اضافه. انا بسلم على كل الناس اللي بتشوفنا النهارده، ان شاء الله النهارده يوم جديد وقعده جديده في الموسم الجديد من هو وهن. وطبعا كلنا عارفين ان هو وهن برنامج اسري ومصري من الدرجه الاولى. هتشوفوا نفسكم عندنا في كل حاجه، هتشوفوا نفسكم في البيت، الراجل والست، الاطفال، تربيه الولاد، كل ده هتشوفوه عندنا في هو وهن. فتابعونا وخليكوا دايما معانا. ازيك يا رند؟ انا كتير منيحه. انا ممتازه صراحه، وبدي امسي اكيد على كل الاشخاص اللي عم بيتابعونا. من وين ما عم بتابعونا، من مصر، اردن، امارات، كل بلاد العالم، جد احنا كتير مبسوطين انه انتوا عم بتشوفونا واحنا عم نقدر نفوت بيوتكم، بالذات مع هالموسم الجديد. خلينا نقول رح يكون عندنا عن جد ضيوف رائعين كالعاده، رح يكون عندنا اشخاص مختصين بمواضيع تلمس قلوبنا وبيوتنا اكيد فردا فردا لكل الاعمار. ومتحمسه كثير، يا رب نكون هيك كالعاده ضيوف اخفاف لطاف على قلوبكم مشاهدينا، كل يوم من السبت للاربعاء الساعه 4 العصر بتوقيت القاهره. طيب انتوا ما جبتوش سيره النضاره الجديده؟ انت ايه يا جماعه؟ يعني انا عماله اعمل كده واعمل كده ايه؟ قولوا لي حاجه. ديما جدا عليك. ايوه انا بحب اللي يطبل لي، طبلوا لي كمان. جميله الجميلات، بس خلص احنا اتفقنا، انتوا هون الجيل الاكبر واحنا الجيل الصغير. لا تعالي اقعدي مكاني حبيبتي، تعالي اقعدي مكاني. ابدل عادي جدا. اللي بيقعد جنب ديما بياخد عمرها. بالظبط كده. خلاص انا قاعده مبسوطه. انتوا تكبروا نفسكم، احنا كلنا زي بعض على فكره. ده كام سنه يعني؟ حاجات بسيطه بسيطه. هي بسيطة جدا.